موجز جديد بأهم وآخر الأنباء على شوف تي في، أهلا بكم. اختتمت أشغال الدورة العشرين للجنة القدس أمسنا السبت بمراكش تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبحضور رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس. الدورة مثلت دليلا آخر على نجاعة خطوات جلالة الملك من أجل تعبئة الأمة الإسلامية لنصرة القضايا العادلة للشعب الفلسطيني الأعزل والمدينة المقدسة، مفتاح الحل السياسي لقضية الشرق الأوسط. ووجه جلالة الملك خلال هذا الاجتماع التاريخي رسالة قوية ضد سياسة الاستيطان الإسرائيلية والمحاولات المتكررة لتل أبيب لتغيير وضع المدينة المقدسة. كما أعلن جلالته على خارطة طريق حظيت بإجماع البلدان الإسلامية والأمم المتحدة والقوى الكبرى التي ترعى مسلسل السلام من أجل إعادته إلى سكته الصحيحة من خلال توصيات عملية. ويشكل البيان الختامي للدورة العشرين للجنة القدس والذي تمت المصادقة عليه وفق مقاربة توافقية دليلا على انخراط أعضاء لجنة القدس في مبادئ وخطوات ورؤية جلالة الملك محمد السادس. في سياق متصل، أكدت صحيفة الشرق القطرية أن الرسائل التي توجت أعمال الدورة العشرين للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس كانت واضحة وتؤكد أن القدس قضية الأمة الإسلامية المركزية ولا حل سياسيا بدونها، وأن السلام الذي يقوم على قرارات الشرعية الدولية وعلى مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وبنود خارطة الطريق هو الخيار الذي يعمل وفقه العالم الإسلامي. وقالت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأحد إن الكرة الآن في ملعب المجتمع الدولي لإعادة الحق لأهلها من خلال ممارسة الضغوط اللازمة على حكومة الاحتلال قبل فوات الأوان، مبرزة أن المساس بمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك يقضي على أي فرصة للسلام. مغاربيا، أكد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي حرص بلاده على أمن وسلامة ليبيا مبرزا عمق علاقات البلدين واستمرار التعاون بينهما. وذكر بيان لرئاسة الحكومة الليبية أن الرئيس المرزوقي طمأن في اتصال هاتفي أجراه مساء أمس مع رئيس الحكومة المؤقتة الليبية علي زيدان على الوضع في الجنوب وليبيا بصفة عامة، مشددا على أن تونس لن تسمح لأي كان ممارسة أي أعمال ضد الشعب الليبي وثورته انطلاقا من الأراضي التونسية. ونختم بالخبر الرياضي، حيث وجهت اللجنة المنظمة للماراثون الدولي لمدينة مراكش الذي سيجرى يوم 26 يناير الجاري نداء إلى كافة المواطنين بعدم استعمال السيارات خلال الفترة الصباحية ليوم الماراثون، وذلك من أجل المحافظة على البيئة وحمايتها والتقليل من مخاطر التلوث. وتقام الدورة 25 للماراثون المنظمة من قبل جمعية الأطلس الكبير تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار التحسيس بضرورة حماية البيئة. ويسعى منظمو هذه التظاهرة الرياضية التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة إلى أن يجعلوا منها لحظة قوية لتحسيس سكان المدينة الحمراء بضرورة التعبئة العامة من أجل محاربة التلوث والازدحام الذي بدأت تعاني منه المدينة ذات الإشعاع السياحي على المستوى الدولي. هكذا نكون قد أنهينا الموجز، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.